نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. لأنه كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون سبحانه وتعالى ناقص؟ لا يمكن أن يكون هذا. الكتاب، أدلة الكتاب كثيرة جدا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. من أقوى الأدلة يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا من أقوى الأدلة، يقول أنه سماه كلام وقول ويسمع كلام الله، ونداء، النداء للبعيد، والمناجاة كل القريب. نعم، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه. أدلة كثيرة جدا. من أقوى الأدلة في السنة، من يقول لي أقوى الأدلة في السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؟ حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. أي إنسان ينكر صفة الكلام لله سبحانه، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تسأله: إذا نزلت منزل تخاف، إذا استغفت، كانت الاستغاثة بالمخلوق في هذا الموضع فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما حكم هذه الاستغاثة؟ شرك أكبر. صحيح. طيب، عندما تنزل منزل وتخاف ماذا تقول؟ لابد يقول: أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر في هذا الموضع. فإذا تقول أنه كلام الله صفة من صفاته، استعاذ بالله وبأسماء وصفاته، فأنت موحد مثبت لله صفة الكلام. وإلا لو تقول أنه الكلام مخلوق فأنت تستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله، فهذا شرك أكبر. مفهوم؟ نعم. العقل، نعم. وإجماع الأمة، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله، ثم لا يكتفوا بهذا كما صنع الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، ثم يثبت أن القرآن كلام الله. لماذا يعني هذا التطويل؟ لأنه وقع إشكال في هذه المسألة، فعندما يرد الإشكال ماذا نصنع؟ نكثر من الأدلة. الآن الشيخ سعيد يطالب فلان من الناس بمليار دينار كويتي، ووجد 100 شاهد، فماذا يصنع؟ هو يكتفي، الأصل يكتفي من باثنين، صح؟ لكن يقول: لو أجمع على هذا الكرة الأرضية والله أجمعهم عليه شهود حتى أقطع عليه الحجة، صح؟ فما بالك ونحن نريد أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما ينكر هؤلاء، خاصة في هذه الأزمنة. نعم. ولهذا يعني قد يطيل أحيانا يعني في مواضع يعني يتكلم فيها، وقلنا لماذا؟ لأنه يكون هذا الوقت لهذا المؤلف يعني كثر الكلام في هذه المسألة. نعم. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيف، منه بدأ، يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا مؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلو علينا القرآن، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. إذن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا من قاله مبلغا مؤديا. نعم. منه بدأ بلا كيفية، منه بدأ، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. نعم. بلا كيفية تقدم معنا. ما معنى بلا كيفية؟ نثبت أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. والكيفية تعلم إما بالمشاهدة أو بخبر الصادق أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل، ونحن لم نرى الله، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، وليس له مثيل سبحانه وتعالى. نعم.